سيضمن العقود فيها حفظ للحقوق والالتزام أيضا بالواجبات. عن أهمية صياغة العقود بشكل واضح وبأبجديات واضحة، أقيم في القاهرة مؤتمر خبراء صياغة العقود. حول هذا المؤتمر يسعدنا أن يكون معنا الدكتور أيمن الزيني، أستاذ بكلية الحقوق جامعة حلوان. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكلية الحقوق جامعة طنطا. اهلا بحضرتك. دكتور ايمن، يعني ممكن تكلمنا يعني في جزء يعني عن هذا المؤتمر واهميه صياغه العقود؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو المؤتمر تضمن أو يعني جمع بين خبراء العقود والتحكيم في منازعات الناشئة عن العقود في الوطن العربي، وكان الهدف من المؤتمر إن احنا نجد صياغات مثلى، بنود نموذجية، نجد حلول لواحدة من أهم المشكلات اللي بتقابل الاقتصاديات العربية في 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 يعني في العشر سنين اللي فاتوا. يكفي ان انا اضرب لحضرتك مثل ان هو مثلا على سبيل المثال وفقا لبعض الاحصائيات الوطن العربي بيخسر من 6 الى 10 مليار دولار سنويا في قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدوليه. احد اسباب عدم الالتزام اساسا يعني، ولا بسبب ان صياغه العقود لا تكون واضحة بشكل كافي أو يعني غير ملزمة؟ يعني على أي أساس تتم هذه الخسارة الشديدة في المنازعات؟ والله هو طبعا المنازعات لها الأكثر من شق. أحد أهم أسبابها هي ضعف قدرات الصياغة. مشكلة العقود طبعا ان كثيرين من المفروض انهم متخصصين في صياغة العقود في الوطن العربي ما عندهمش الملكات والقدرات الفعلية للصياغة المثلى للعقود. هو العقد هو عبارة عن ايه؟ هي أداة بتتضمن حقوق والالتزامات الأطراف، وبالتالي العقد لازم يكون واضح الدلالة على حقوق والتزامات الأطراف، واضح الدلالة على اسلوب فض النزاعات وطريق فض النزاعات. المتخصص في الصياغه لازم انه يجب عليه انه يتوقع الاشكاليات اللي ممكن تحدث اثناء التنفيذ ويضع اليات لفض هذه المنازعات في حال الصياغه. تمام. انتقاء الكلمات في هذه العقود مهم جدا، اكيد تحمل يعني او تؤول الى اكثر من معنى، اكيد دراسه اللغه يعني مهمه كمان بالنسبه لصاغي يعني الذين يصيغون العقود. والله انت اشرت النقطة مهمة جدا، نقطة الصياغة ونقطة اختيار الكلمة واختيار اللفظ. يمكن دي من احد الامور اللي انا يمكن اثرتها في المؤتمر، اختار لفظ ايه؟ ده مش بس اختار لفظ ايه، ده الكوتشن ماركس نفسها، يعني لو حطيت فاصلة مكان نقطة او نقطة مكان فاصلة فانا قلبت المعنى رأسا على عقب. فهي بس ان انا اختار لفظ، لا ده انا كمان ممكن الفواصل او العلامات تفرق كتير قوي في العقد. دي نقطة. النقطة الثانية المهمة اللي انت اشرت ليها دلوقتي في كلامك ان اللغة، العقود الدولية دايما بتكون يا اما دبل سايد لانجوج يا اما بلغة انجليزية. المشكلة ان احنا دايما بنتسرع في صياغة العقود بلغات ربما اللي بيقوم بالصياغة مش فاهم بشكل دقيق مفرداتها. الحكمة بتقول مكة ادرى بشعابها، فبالتالي مهما كنا يعني بروفيشنال في الانجليش في الدويتش برضو مش هنكون اكثر ادراكا من اهل هذه اللغه. نعم. الحل بسيط جدا. الحل بسيط ان انا مثلا سي لو هعمل عقدي انا بلغه انجليزيه لازم اعمله دبل سايدد، يعني اعمله الصفحه عربي وانجليش، دي نقطه. لكن دي لوحدها مش كفايه، ما تحققليش التامين. اللي حقال التأمين ايه؟ ان لازم احط بند في العقد ان الريفرنس يكون لي في حالة وجود اي كونفيوجن يكون للغة العربية. فبالتالي هتعتبر هنا اللغة الانجليزية هي مجرد ترجمة ولكن لا تحمل الادد فاليو، ما تحملش القيمة القانونية. اضرب لحضرتك مثلا، كان في قضية كانت عرضت عليا في احد الدول السعودية تحديدا يعني، وعرض عليا نزاع وفوجئت ان هو النزاع اللي اتعرض عليا العقد مكتوب باللغه الصينيه. فحتى انا سالت يعني المستثمر بقول له كان العقد حوالي 400 مليون ريال سعودي، قلت له طيب ازاي انت تقبل ان يصاغ العقد باللغه الصينيه وانت صاحب المال، انت وصاحب المال دايما هو اللي هي الابر هاند. ف
فكان هو يمكن يكلمني او كان الاسلوب اللي اتكلم بيه، واحنا في كونفيدنس يعني في ثقه بيننا وبين الـ 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 الشركه اللي كانت بتصنع يعني منتجات الاطفال او لعب الاطفال. وهي دي المشكله، المشكله اللي بتأمننا كمصريين او كعرب بصفه عامه، ان لما بنيجي نصيغ العقود دايما بندخل جانب العاطفه. وانا يعني في درس اتعلمته في حياتي في المانيا وانا بعمل بي اتش دي بتاعتي، ان في شغلك لا تحب ولا تكره، لا تعمل لغه المشاعر، وبالتالي انا ما اسمحش لحد ان هو يشتغل على جانب العاطفه او يشتغل على جانب غير موضوعي. دي من النقاط اللي بتخلينا نخسر كتير في العقود في الوطن العربي. ويمكن دي دعوه من خلال حضرتك الى يعني اعاده تطوير اللغه العربيه في كافه المعاملات الرسميه والدوليه ايضا، يعني هي كنوع من ليست فقط الاعتزاز بالهويه العربيه ولكن هي اتقان اللغه حفاظ على الحقوق، يعني زي مثلا صحيح ذكرته يعني صحيح. والله انا هقول لحضرتك ودي حقيقه والله، يعني احنا كتير بنتقن لغات اجنبيه وكلنا تقريبا بنتقن لغات اجنبيه، ولكن المشكله ان احنا لازال يعني بالكومن لانجوج كده عندنا عقده الخواجه. اضرب لحضرتك مثل بسيط، يمكن كنت بدي دوره في الشهر اللي فات في لقيادات في دوله الكويت، يمكن قيادات وزاره الدفاع وزاره النفط، فكانوا طالبين المحاضره بالانجلش، اوكي محاضره بالانجلش، وفوجئت ان دول متخصصين في صياغه العقود في الكويت. للاسف ما لقيتش ولا واحد فيهم عنده البيزك، عنده حتى اساسيات الصياغه. المامو باللغه هو ملم بالكومن لانجوج، لكن في اكسبريشنز في تيرمز، يعني في مصطلحات ما يعرفهاش غير متخصصين في العقود، لان هي درج عليها الاستخدام في مجال العقود. وفي نقطه اشرت ليها مهمه جدا في بدايه كلامك برضو، ما قلتي الديفينيشنز او التعريفات في العقود الدوليه، دايما بنعمل اول شابتر او اول جزء ديفينيشنز، يعني تعريفات لكل المصطلحات اللي هتستخدم بعد كده، ليه؟ بحيث ان لما يكون في اي مصطلح ليه اكتر من معنى ما يبقاش كونفيوجن بعد كده، لان دايما الشيطان يكمن في التفاصيل، ودايما الديسبيوتس بتكمن في الحاجات الصغيره دي، ما بتجيش ابدا في الامور الكبيره. يعني الموضوع له ابعاد كثيره يعني اكيد طبعا يعني لغويه وقانونيه واشياء كثيره. اولا بنشكرك كثيرا دكتور ايمن الزيني الاستاذ الزائر بكليه الحقوق جامعه فلوان، ونتمنى لكم التوفيق. اشكرك، اشكر حضرتك وتشكر جدا حضرتك.